قال عنه المؤرخون بأنه معروف بحسن السيرة والوفاء، شجاع وحازم وحسن المعاملة، وأنه كان رجلاً كثير الخيرات والعبادة مع الكرم والسخاء. وحد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد. ولد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري عام 1100 هجرياً 1689 ميلادياً، وينحدر من أسرة أصولها تنتمي إلى بني حنيفة الوائلية التي سكنت وادي حنيفة منذ 2000 عام. هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مكرم بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي من بني حنيفة. قاد عدداً من المعارك منطلقاً من الدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية لتوحيد البلاد النجدية تحت حكمه بعد الاتفاق المشهور الذي تم مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عام 1157 هجرياً. عاش قرابة 70 عاماً رسخ فيها إنجازات تاريخية أهمها تأسيس الدولة السعودية في 1139 هجرياً، تمكن من ضم البلدات الأخرى إلى الدولة السعودية الأولى واحتوى زعاماتها، استقل سياسياً وحرص على الاستقرار إقليمياً ولم يحمل أي ولاء لأي قوة خارجية، بنى سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية، أمن قوافل الحج وطرق التجارة في الدرعية، نعمت نجد في عهده بالأمان، بدأ حملات التوحيد وقاد بنفسه جيوش تلك الحملات، نجح في التصدي بشجاعة للحملات المعادية التي أرادت القضاء على الدولة. مهد الإمام طريق الدعوة والتوحيد لابنه عبد العزيز، فكان عهد البداية والتأسيس، وانطلق من بعده ابنه ليتوسع في الدعوة والتوحيد. توفي الإمام محمد بن سعود في أواخر ربيع الأول من عام 1179 هجرياً 1765 ميلادياً.